السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا ملاح. اليوم حبيت ندير الحمصة. هنا عندي باكي. نحتاج بصلة رابيتها، عندي هنا زوج قطع تاع البولي كما راكم تشوفوا، تقدروا ديروا كتر من هكا على حسب أفراد العائلة. هنا عندي حبة تاع اللفت قطعتها مكعبات، زوج حبات تاع القرعة وزوج حبات تاع الزروتية قطعتهم ثاني. هنا عندي الحميص متشمخة، الحميصة متشمخة، البواشيش. هنا عندي شوية من جلبانة، وعندي طوماطيشة، وحبات طوماطيشة رابيتها ومع التوم تاني. هنا في مرميطة ديالي عندي درت شوية قطعة تاع الزبدة دورتها، وش زوج ملاعق كبار تاع الزيت. دوكا ندير البصلة مع الفلفل، دوكا نسي كيفاش نقليهم. ندير شوية الملح، هذا ما نحطوش باش ما يكونش مالح. دوكا هنا انا ندير مغرفة كبيرة تاع الطوماطيش مصبرة، هكذا لازم انا نقليها دائما، لازم تقلوها باش نحيوها الحموضية تاعها. دوكا نزيد اللفت مع القرعة والزروزية. ونزيد الجلبانة. نقليهم هكاك حوالي 8 دقائق. ومن بعد نزيد طوماطيش، حبة طوماطيش اللي رافيتها مع الثوم. باش تقليو تقليو لهذا هذا هما كامل لي ليغ نتاعكم، باش ما يحرقكمش تقدروا ديروا شويه من الماء هكاك، نص كاس، باش تقدروا تقليوه مليح. تقليوه هكاك حوالي 15 دقائق، ولا تقدر كي تقليوه اكثر يجي الطبق تاعكم بنين. دوكا ندير مغرفة صغيرة معمرة تاع راس الحانوت. نزيد فلفل كحل هكاك نص مغرفة صغيرة. نزيد الكركم مغرفة صغيرة معمرة. بيان سور التوابل ديروها على حسب الذوق تاعكم. نزيد البسباس الملحي. مغرفة صغيرة معمرة، ونزيد مغرفة صغيرة معمرة تاع فلفل أحمر. تقدروا تزيدوا هكاك نص مغرفة.
وتقلوه. تقدروا كما قلت لكم ديروا شويه الماء كما هكا، باش تقدروا تقلوهم مليح. هكذا حوالي نص كاس تاع الماء، ماشي كبير، في الوسط. لازم الكيس تاعكم يكونش بزاف كبير ثاني باش ما ديروش بزاف الماء. دوكا نزيد الحميص هكذا. الى عندكم الحميص تاعكم طيبتوه ديجا وخليتوه في الكونجيلاتور، كي تنحوه ديروه في الاخر، ما ديروهش يقلى يتقلى. انا تاعي ما راهوش طايب. دوكا ندير لتر ونص تاع الماء ونخلي الكل يطيب هكذا. نقول لكم حاجه، بلي المعجنات ولا لي بات يشربوا الماء، يشربوا لي صوص، يحبوا الماء بزاف. من الاحسن تعسوه كي ديروا لي بات تاعكم، لازم تعسوهم. هكذا لو كان نخليه يطيب ونولي فيما بعد باش نكمل ندير المحمصة. دوكا كي تشوفوا البولي تاعكم مع لي ليغوم طابو، الا بقى لكم بزاف المرقة تنحو منها شوية باش كي ديروا لي بات تاعكم ما باش ما يشرب لكمش بزاف. باسكو كي يشرب بزاف يتخسر. نحو في شويه المرقه من جهه، كي تشوفوا بلي لي بات تاعكم ما طابوش تزيدوا شويه بشويه من المرقه اللي نحيتوها. بصح الا شفتوا بلي طابت تخلوها كيما هاك. درت المحمصة في مرميتا. دوكا كي طيب نولي فيما بعد باش نوري لكم النهاية. بصح نتوما كيما قلت لكم كي تشوفوا بلي كاين بزاف المرقة تنحيو شوية في جهة. الا شفتوا بلي مازال ما طابتش تزيدوا لها من المرقة. بصح الا شفتوا بلي طابت وشربت كاع المرقة تخلوها هكاك، ولي يسربي ويحب يدير في هذيك تاع اللي خليتوها في جهه. هاولك المحمصه ولا البركوكس اللي درتو. المحمصه هذه سهله باش طيب، ما تبقاش بزاف هكاك نص ساعه، ولازم دائما ديروا كي تشعلوا النار تاعكم لازم بهدوء، لازم تشعلوه غير شويه برك بشويه باش ما يحرقش. باسكو كاين المعجنات كي نطيبوهم كي المقارون ولا سباغيتي دائما يلصقوا في المرميطه. لازم دائما بالمغرفه ديروا تحركوه شويه. نتمنى تعجب لكم الوصفه، تجربوها وتعطوا لي رايكم في التعليقات تحت لا فيديو. اذا عجبتكم الوصفه
ما عليكم غير ديروا جيم بارتاجيو، وما تنساوش ديروا تابونيو باش يوصلكم المزيد من الجديد. ما تنساوش تشاركوا في قناتي باش يوصلكم المزيد من الجديد. وإلى اللقاء مع وصفة المقبلة إن شاء الله.